من ضمن الأسئلة اللي جاتني، في أخ يقول لي كان واحد عايش في أمريكا، يقول لي بيظل يسب فيك وقام يعني حاقد عليك، وذكر لي اسمه هذا إنسان، يقول لك الكلام لما يجي من رخيص ما يأثر ما يقيس. هذا إنسان ما عندوش العشر تاع السيفي ديالي. كخدم عندي واحد الوقت، كخدم عندي ويجيب لها بيبيستي وياخذ بورسنتاج. كي كنت في الزاب ما عنديش بيبيستي على نت، في الزاب ما عنديش بيبيستي على نت في سنة 92، في 92 و 94. هذا اليوم سي نورمال سي يسب باش يتقرب من العصابة، لأنه خوه لما دخل الجزائر وقفوه وطول باش خلاه يخرج، هو حاب يدخل يخاف، وكان صار له واش داروا الخوه، قال انا راني نسب هشام عبود. هذا يقدر يدخل، هذا باسبور ديالو يعني لي سي باسي تاعو باش يقدر يدخل. وهو انسان ما عنده احكام بالسجن عليه، ما عنده قال مواقف ضد العصابه، ما عنده حتى شيء. هذا كان يهز القفل المير تاع الفيلاج ديالو. وانا طبعا ما نذكرش الاسماء لانه انا اسمي كبير مع يعني الناس تعرف. هذا انسان نكره، انا مؤسس لعده صحف يوميه واسبوعيه وشهريه، انا كاتب صاحب كتاب مافيا جنرالات، يعني كتاب تاريخ في التاريخ، أمبسلر في الجيش، أنا كنت رئيس تحرير على سن 24 سنة في عمري، وعلى سن 29 سنة كنت مستشار لمدير الأمن العسكري جنرال كحل عياط الله يرحمه، لما كان الأمن العسكري في جهاز المخابرات الجزائرية يزعزع العالم. سمعت؟ ما كانش جهاز مجرمين، كنت مستشار مكلف بالشرق الأوسط، ملف الشرق الأوسط، وعندي معارف معروف إلى يومنا هذا في الأوساط العليا، سواء عند فلسطينيين أو عند سوريين أو عند لبنانيين أو عند أي آخر، وما نمشي هذا معروف. هذا نكرة يجي باش يسبني باش يرد له عمالو، هذا عمري ما نعطي له هذه الفرصه باش يقول راهو هشام عبود رد عليا كاين ملاسنه بيني وبين كيفو كيف الجرود الاخرين، جرد يبقى جرد والنسر يبقى نسر. هذا هو فوالا. هذا بالنسبه للسؤال. في اخ يسالني يقول لي وعلاش العصابة محتاجين يشريو سلاح باش يديو التشيبة ديالهم، قادرين يديو دراهم ديريكتومون من لاكاش بيسك ما كانش رقابة. صح ما كانش رقابة، ولكن كيحبوا يشروها لبعضهم أو بيشدوا، بينما كي تكون فيها نشريو السلاح وروح ندي التشيبة ديالي حد ما قال لحد، لأنه شي ما يبان. بصح ماشي كيما كيروح نرفد دراهم ديريكت من لاكاش تحكم. وهذه صارت مع الكولونيل الهبري لما كان مدير المالية في وزارة الدفاع الوطني، وكان بالوصيف الله يرحمه أمين عام لوزارة الدفاع، وكانوا يديوا دراهم كما تقول هذا. وهذا يعني الكولونيل الهبري يحكي لرئيس المحكمة تاع البليدة، وانا كنت حاضر نغطي، يقول له نحل الخزينة في وزارة الدفاع، نحط دراهم في لامالات ونفدا نمشي لايروبور، نوصل باريس، نمشي لكلينيك اللي كان حاكمها نسيب الشادلي،
ونفرغ لا ماليت في الكوفر تاع لا كلينيك هذه ونرجع. داير روح سيرتان مومون رئيس المحكمه كي قال له كيفاش يعني تنفذ اوامر هكذا تاع الدراهم وتاع كذا منا ولا يعني كيفاش تنفذ؟ قال له انا عسكري ننفذ، ما نقدرش ما ننفذ، انا عسكري. مال كي حكي له حكايه يرفد لا مالات ويمشي للايروبور ويوصل باريس، قال له في الايروبور كي توصل لا مالات ما تخافش يحكموك. قالوا له انا كولونيل. قالوا باش تخرج لا مالات كولونيل وباش تنفذ اوامر اللي تشوفها ماهيش يعني في صالح المؤسسه العسكريه اتولي عسكري، ما بقيتش كولونيل. الناس قاعد بحكي دونك احكم هذايا لما كي ديو دونك ديريكت كي تحكم ما عندك وين تروح. على هذيك اللي انا يعني مثال حي باسم المعني بالامر، الكولونيل الهبري كان مدير الماليه في وزاره الدفاع الوطني، درك ما يقدروش يديروها، درك يلزم يترك ملتويه. مثلا نعطيك خالد النصار باش خرج 2 ملايين فرنك سويسري، يعني قيمة 2 ملايين أورو، حطها في سويسرا، ما رفدش حطها في مالات ومشى. يقدروا يشروها له ويحكموه بها. باو ولدو مثلا حط 190 ألف أورو في طوموبيل وزور الكواغت وعطاه شوفور يخرج ويحكموه وصابوه. بون بعد خلاص محكم عليه 6 سنين حبس هو ومرته، ومن بعد خلاص راحت تنسات 6 سنين حبسه، ولا طلبوا منه السماح، قال لا سرق على روحك حنا ما نشدوكش. نزار باش خرج 2 ملايين هذوك واش دا؟ أسس شركة في موناكو في فرنسا، وهذيك الشركة تخدم مع شركة تاعو في الجزائر، زعما راهي دير تقدم لها خدمات ويخلص الشركة هذه في موناكو في فرنسا، ومن بعد دراهم من موناكو ما يديرهمش في باريس ولا من موناكو يحولها لسويسرا. ما سرقش هكذا تحكم، ولكن طريقة اللي يديرها لا سرقة. نفس الشيء بالنسبة للأسلحة. دونك قال نتفاهم مع الرؤساء شحال هذا السلاح هذايا؟ 2 مليار دولار. قال صح احسب 2 مليار 200 مليون دولار، 200 مليون حطها لي على جهه. ويجي جنرال الاخر كيف كيف هذاك الكوتا تاعو شويه زاد يدي 4 مليار 400، دونك يدي 400 مليون، والاخر يدي غير 1 مليار 100، دونك يدي 100 مليون، وهكذا ماشي. هذا تاع دونك نظن بلي الامور واضحه. سؤال اخر في اخي يقول لي وعلاش روسيا غزات اوكرانيا وعلاش الغرب وعلى راسهم امريكا يساندوا ويدعموا في اوكرانيا عسكري. دونك عندنا شقين، الشق الاول وعلاش روسيا غزات اوكرانيا. اوكرانيا كانت تابعة جمهورية من جمهوريات الاتحاد السوفيتي، جمهورية من جمهوريات الاتحاد السوفيتي، شغل ولاية. وطبعا الاتحاد السوفيتي كان محور حول روسيا، الجمهورية الفيدرالية الروسية. لما نهار الاتحاد السوفيتي الإمبراطورية السوفيتية انهارت وبيلوريسيا أخذت استقلالها وإستونيا أخذت استقلالها ليتوانيا أخذت استقلالها أوكرانيا أخذت استقلالها. أوكرانيا بالنسبة لكل هذوك الدول عندها وزن، كانت تعتبر لغرني دو لوروب، عندها يعني محاصيل زراعية كبيرة.
وعندها يعني كانت ما حتى جزء من الأسلحة النووية الروسية كانت في أوكرانيا. لما استقلوا كانوا داروا لا سي او اي، يعني مجموعة الدول المستقلة، وبعد ما مشاتش، يعني هي عوضت الاتحاد السوفيتي، ما مشاتش الحكاية، بقات. ولكن متفقين انه هذه الدول اللي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي ما تديرش كيما مثلا المجر ولا بولونيا ولا تشيكيا ولا سلوفاكيا، يمشيوا يدخلوا في الاتحاد الاوروبي. هادو البولونيا والمجر وسلوفاكيا ما كانوش تابعين للاتحاد السوفيتي، كانوا دول صديقة للاتحاد السوفيتي ودول اشتراكية وتابعة تشكل حلف وارسو، حلف وارسو سي لو باك دو فارسوفي، اللي هو يواجه الناتو تاعها. روسيا اللي تلعب الدور المحوري، سكتت على التحاق بولونيا والمجر وبلغاريا وغير الاتحاد الاوروبي، ودخلوا حتى في شنغن، ولكن ما تقبلش الجمهوريات اللي كانت شكل الاتحاد السوفيتي تخرج. اوكرانيا حبت تنخرط في الاتحاد الاوروبي. اذا اوكرانيا انخرطت في الاتحاد الاوروبي، يعني الحدود الاوروبيه راح تكون على روسيا، راح يعود فيه تماس ما بين الاتحاد الاوروبي وروسيا. ما كانش زون كومبول هي اوكرانيا، وهذا يعتبر بالنسبة لروسيا استفزاز من طرف أوكرانيا. حتى وإن كان الاتحاد الأوروبي ما قبلش بعضوية أوكرانيا، ولكن أوكرانيا بقت تلح، وهنا دخل الروس وغزا العروخ ذا منطقتين، قال هذو ما أعلن عليهم الاستقلال، وقال هذو ما راهم تابعين ليا، راهم تابعين انفصلوا على أوكرانيا. وما كانش داير حسابه أنه الحرب باش تطول، وأنه الغرب راح يدفع فاتورة الحرب تاع أوكرانيا، وأنه الغرب راح يولي يدير حرب بالوكالة ضد روسيا. هذا ما كانش دليل في الحساب الروس. اليوم روس ماذا بيهم تنتهي الحرب، ماذا بيهم الحرب تحبس. إذن الغزو تاع أوكرانيا روسيا تعتبره دفاع استراتيجي لمصالحها، وانه ما يلزمش الناتو، لانه الاتحاد الاوروبي هو الناتو، يجي على حدودها. هذا الشق الاول. الشق الثاني، لماذا الغرب وعلى راس الولايات المتحده الامريكيه دعم عسكريا اوكرانيا؟ شيء طبيعي، لانهم هما يمدوا الدراهم والسلاح، واوكرانيا تحارب الرجال، وطبعا راهي تدمر. هذا يخليهم انهم يستنزفوا روسيا، يضعفوها، ضعفوها اقتصاديا، ضعفوها عسكريا، ضعفوها سياسيا. وعلاش اليوم بوتين يفرح بحضور واحد طرطور كيما تبون كيجي يفرح؟ لانه الجزائر حتى وين كانت ضعيفة وكانت لا، قال معليه خير من والو، خير من والو، هاي جاتني الجزائر.
هذا محتاج حتى هو شكون يجيه وشكون يقول به، ويحاول في نفس الوقت يحرش العرب ضد الغرب. قال ديروا عمله صعبه وحدكم، انتم ما راكم من ذا، انتم ما اصدقاء، انتم ما هك، انتم ما هك. يحاول باش لانه امريكا والغرب اعتبروا الحرب الغزو اوكرانيا من طرف الروس فرصه للقيام بحرب ضد روسيا بلا ما يدخلوا هما شخصيا، يعني يجيبوا العسكر تاعهم والطيارات تاعهم، لا هما يمدوا الاسلحه يمدوا الدراهم وتفضلي يا اوكرانيا ديري الخدمه ديالك. هذا هو يعني مجمل القول. نظن رديت على الاسئله تاع الاخوان، اللي عنده اسئله يقدر يراسل عن طريق الايميل، او كما قلت في بدايه النقاش بدايه المباشر اطرحوا اسئله حطوها باش نشوفها، لانه اثناء المباشر لما كنت نتكلم مانيش قادر نقرا لا الاسئله ولا الملاحظات تاع الاخوان باش ما نرتبكش وما ما تخلط ليش. شكرا على حسن الإصغاء، وشكرا على المتابعة والوفاء. ربي يقدر لنا الخير، ويقدر الخير لبلادنا، ويقدر الخير لمنطقتنا منطقة المغرب الكبير، وربي يعجل برحيل العصابة وبرحيل كل من يسعى إلى الفتنة بين الشعوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.